بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما عودناكم طبعا بمنتجاتنا الطبية الجميلة الرائعة، النهاردة بنقدم لكم كل ما هو جديد وجديد. جبت لكم النهاردة حامل الزراع اللي هم عندهم كسر في الزراع او عندهم خلع في الزراع، جبت لهم المشد الجميل جدا للطب الرائع وهو حامل الزراع. تمام، زي ما انتم شايفين شكل الكرتونة من الخارج بالشكل ده، حابب اعمل لكم النهارده عنه ريفيو. تعالوا نشوف شكل حامل الزراع من الداخل شكله عامل ازاي. تمام، طبعا بيجي بالشكل ده، هو نفس التصميم زي ما هو موضح قدام حضراتكم على الصوره، بيجي بالشكل ده واللون ده زي ما انتم شايفينه. تمام، ده بيكون الحزام اللي هو اللازق، وده المنطقه اللي بتحط فيها الزراع، بنضع فيها الزراع اذا كان مكسور او في خلع او في محتاج ان هو يثبت، ده بيكون حامل الزراع لتثبيت الزراع. تمام، بيجي بالشكل ده بالتصميم ده، خامته عاليه جدا جدا. تمام، وهو حامل الزراع الطب هاي ميديك. وحابين تستفسروا عنه عن اي شيء بتسيبونا تعليق اسفل الفيديو واحنا بنرد على حضراتكم، ومتوفر منه جميع المقاسات وسعره هايل جدا جدا. تمام، وبيوجد شحن لدينا لجميع المحافظات داخل وخارج مصر. وما تنسوش تدعمونا للقناة بلايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل ما هو جديد من منتجاتنا الطبية الجميلة الرائعة. وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.